وصل صوتك. احنا كل مكتب فيها احنا حضرنا 120 جلسة عامة خارقة للعادة، والحاضرين روما اللي عندهم الكلمة الأخيرة للمثقفين، ولا على تنقيحه ولا على الإضافة ولا على حتى إلغاء وتقديم مشروع آخر. بارك الله فيك. يشاركوا في الاقتراح 4 أيام لجمعية وكفل، منهم 383 للموافقة و25 حفظوا وصفاتهم. وبذلك نعتبروا أن سيسيل الرياضي والهيئة نتاعو هما المشرفين على الهيئة المديرة اليوم النادي الافريقي اللي هو نادي الشعب في مقال الشيخة، الناس ما نحبش نتكلم على القبائل، ما كانش واخد مكانته طبيعيه، بحول الله مانيش مش نوع الوعودات ما تصيرش، ولكن لا نشكروا لا برشلونه ولا ريال، ولكن نشكروا النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي هو اسمه كبير، واول خطوه قلنا بها دوله اسمه كبير ويلزم قدر ويرجع ومكانته ترجع، وكان وانتم شفتوا اول خطوه قلنا بها خطوه معنويه، عملتها هديه للنادي، هديه للجماهير. ما هيش اليوم الهديه راهو عندها معنى. شباب صغير نحب نفهمكم، راهو مش حكايه فلوس، الفلوس مش هذه المشكله، احنا عملناها بمعنوية باش نوريه للناس تو مرة الفريق هو الأول والباقي كله يجي. هذه باش الجمهور يفهم تو احنا وين نحبوا نوصلوا. اليوم نحتاجوا لاعبية باش نجيبوهم بدراسة، ما فماش الانتداب العشوائي. في نفس الوقت يجي هالأيامات الجاية ولا السنتين ولا التابع على حسب ما عطيك برنامج، نأكد طبعا نادي الفريق مش يولي طلع ولاده، ولاده اللي في تونس ولاده اللي في مناطق أخرى مشيت ندور. تعرفوا كوني في الحزب والناس كلها تتكلم فيا، الناس ما عادش تتكلم عن الحزب، الناس تتكلم عن نادي الفريق. هذا يقول اليوم نطلب حاجة واحدة من الجماهير،
يتبعوا خطواتنا يعرفوا دورهم ما يحبوش يكونوا نادي تاع خمس سنين رياح اليوم يخرج النادي يرجع الوضع المتردي اللي هو توا نحبوا نبنيه تكون عنده مداخيله الخاصة أنا موجود ولا مش موجود النادي يقعد في مكانه اللي هو يجب يكون من أحسن النوادي في إفريقيا هذا الكلام أنا لا أعرف إن شاء الله طبعا إن شاء الله بحول الله هذه أهم نقطة في نفس الوقت في نفس الوقت يجب أن تعرفوا العام الجاي الجمهور يرجع أعمل عطيه بحول الله لأنه لا تكلمنا أكيد مش يرجع الجمهور ولكن العقوبات الجاية حسب فهمت لهم مش كل الأندية نحن نحبوا نكونوا موجودين في الستاد نحبوا نلعبوا نحبوا الجمهور هو أكبر دافع للفريق وخاصة الجمهور الإفريقي معناها هذه حاجة من الحاجات اللي لازم نفكروا فيها كل مع بعضنا الأكيد الأكيد كي نتكلموا احنا على عائلة واحدة صحيح احنا عائلة واحدة للإفريقي أما نحبوها تكون عائلة عصرية عائلة تتواكب مع العصر اللي احنا فيه نحبوا نخدموا الاحتراف ويكون النادي محترف من الدرجة الأولى نحبوا أهم حاجة عملتها أنا نفكركم في المواصف اللجنة الهيئة اللي اخترتها اليوم البديت والخطوة الأولى بدينا نبدلوا اليوم هذه هيئة منتخبة ومش تكون فما هيئة تسييرية مش نعينوها على الأيامات الجاية هي اللي باش نتحاسبوا معاها احنا باش نوفروا لها الإمكانيات والبرامج اللازمة للتسيير الجيد ونتحاسبوا معاها نتحاسب معاها أنا ونتحاسب معاها الجمهور واللي يغلط لو مش نتحاسبوا معاها ما يفعلش مش نحاولوا نرجعوا السمعة تاع النادي الإفريقي وأنتم يمكن بديتوا تحسوا فما إحساس اليوم الناس كل جينا البيرو الشركات اللي كانوا ينشيو لهم بيتفوا اليوم احنا ما عادش نحبوا نقابلوهم استناو بين احنا نقابلو احنا نعرفوا شو البارك زي اخوي محمد البيرو عاملين فما حاجه مهمه ياسر النتائج خلينا نجي راهو بالبوليه تحديدا تجي انت لا مبرر لك درجه اولى لازم توفر توفر له ارضيه باهيه بارك باهي وين يترانا هذا كله بحول الله قاعدين نخدم عليه ما عندناش فيها نتاع بيان سور بارك هو اساس اساس لانه ان شاء الله ان شاء الله بحول الله